من ضمن هذه المبادرة في فيلم. هذا الفيلم هو رسالة من شباب دولة قطر إلى شباب العالم باليوم الدولي للشباب، يسلط الضوء على شعار السنة حق للأمم المتحدة فضاء آمن. كيف دولة قطر أمنت الفضاء الآمن لشباب قطر، من ضمن أنهم يعني القيادة الرشيدة كيف دعمت الشباب. عندنا كثير من الشباب قدمت إنجازات كبيرة للدولة، وأيضا احتضنت القيادات العليا عندنا في الدولة، احتضنت مثل معالي رئيس الوزراء كرم الشباب، وغير القطاعات الحكومية كرمتهم. جميل، فهي نابعة من الشباب إلى الشباب. شباب العالم. جميل، شنو هي الرسالة اللي تبون توصلونها بما أنها يعني مبادرة من شباب قطريين للعالم؟ حابين نوصل أن كيف شباب قطر أصبحوا حتى وقت الحصار شباب يحتذى فيه على مستوى العالم.